خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أقسام المجاز العقلي يعني مجاز عقلي ما يكون أنجا أقسامي هي مجاز عقلي بس أقسامك أقسامك أكا أروى أقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما أربعة. أقسام مجاز عقلي باعتبار حقيقة طرفين يعني مسند مسند إليه وهروها أو آش حقيقة طرفين وحقيقية حقيقية الطرفين يعني حقيقي بوني طرفين مجازي بوني دو طرفك دبنا شوار أزاني شون وقتك إيما مجاز مجازي عقلي أو ارتباط بيوندية خوي إسناد ارتباط بيوندي بين طرفين جاءوا بيوندية مثلا تو وقتي واهيا لإسناد كذا إسنادي شيء بولاي ما هو له كان دعوة حالي بلكو بولاي غير ما هو له كيا بلام ديار اللي ومناسبة هي بلام قالوا كتاك إيما أو إسنادا من دعوة رنغ خدي أو لفزاني مسند ومسند إليه هركيان لمعنى حقيقي خوانا استعمال كرابن رنغ هردو كيان أواني لمعنى مجازة مجازي مثلا مجازي لغوي لمعنى مجازي أبكار برابيتن يا رنغ مسند كمان لمعنى مجازي أبكار برابيو مسند إليه كمان لمعنى حقيقي أبكار برابي يا بيتشواني أما بويا شوار قسمي لي أبيتوا كواتار بولي أن طرفيه شنك دو طرفي مجازك مجاز عقليك وهما المسند إليه والمسند كمسند إليه ومسندك إما حقيقيتان لغويتان باشا يا حقيقتان حقيقة لغوية حقيقتان لغويتان يا دودان حقيقتي لغوين وكو أنبت الربيع البقلة يسار ربيع لمعنى أصلي خويا بكار هاتوا إنباتش لمعنى أصلي خويا بكار هاتوا عربي ولا إسنادك مجازية أو مجازان لغويان يا المسند مسند إليه دو مجازي لغوين وكو أحيى الأرض الشباب الزماني باشا يعني الزوي بوجان دوا مثلا جواني لاويتي روشقار لاويتي زمان آخر شبابي زمان يعني كاتي بهار نية كالدنيا بوجته وكاتي زماني جواني روشقار أو جواني كاتي يعني أو شبابي زمان زوية كي بوجان دوا وانيا قياشين أبيو باران باريو أمانا أها إسهم إحياء ليواب لمعنى مجازيا بكار بلاوة هم شبابيش وزن فإن المراد بإحياء الأرض شن ما بس بإحياء الأرض أما تهييج القوى النامية فيها وإحداث نظارتها بأنواع النباتات باشا تهييج يعني بهيجان درهنان يعني خسنا جمو جول جولا كردنا بوزا كان وزا وزا يعني نيرو الكل فارز على النيرو خمان يجين وزا عربي يعني بكار خستني وزا كان كام وزا أو وزاني كنامين يعني رشتكن أو وزاني كرشتكن مثلا أو أنا دخريت كار فيها لزوية عوتها وهروها جاء موك ورنج هروك عت تفسير وابي وإحداث نظارتها ودروس كردني نظارته يعني قشيتي وجوانيتي زوية أو جاءوا نظارته بتشيد يعني تعالوا بأنواع النباتات بهمو تشني يا كان أما معنى أو كواتم بس بإحياء أو يعني أع معنى مجازية أي باشا معنى حقيقي إحياء خويشية جوال إحياء في الحقيقة إعطاء الحياة إحياء لحقتا بخشيني حياته كواتا أقر إيما سأحيى الأرض الشباب الزماني يعني زينويتي بزوي بخشي باشا لاويتي زمان لاويتي روشقار أما أو دي وهي يعني حياة تناري مثلا إحياء لحقتا إعطاي حياته خواي قوري مثلا أحيانا مثلا أو إيمي زيندو كردواني حياتي بإيمة بخشي دي خدي حياة معناها كيشية
ولا وهي حياتيش صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية. حياة صفتك كاقتضاء حسك يعني أجر إيمج يان لبربين يان من لبرابي هست من بو بيعبي إحساسي قرمي وصاردي وبرسيتي وتونيتي وهروها بالي اقتضاء حركاك يعني تو جولت يا بيعبي أجر حياتك يابو ولي حركتي حركة إرادي حركة بإرادي خذ بنقوق ماشي يهتر تو مثلا أشي روشني أكي بحركة خي حركة أكا يا بردي داري أكا خود حركة بيو حركة إرادينية تو دسيتي واني لو يالو بردي كتلارك يتو واني أو حركة غير إرادية جاولي حياة صفتك اقتضاء حس وحركة أكا دي ديار خو أم صفته وقتي قالي أحيا الأرض الشباب الزماني همچنين حياتك أبو معنى حقيقية صفتك اقتضاء حس وحركة إراديك لزويا بيانبو شنو زوينا حسي هيا باشا بس او حياته لمعناي مجازية بكابرا يعني احياء لمعناي مجازية بكابرا وكذا المراد بشباب الزمان وهروها هر بوجوريم بستيش بشباب الزمان شيه ازدياد قوتي هنامية باشا پرسندني يعني زيابو پرسندني هزي زوية كيا او هزي كنميت يايا اينا الشباب شيه لا وهو شباب في الحقيقة لا حقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان يكون حرارته الغريزية مشبوبة أي قوية مشتعلة عبارة لبوني حيوان لزمانك يعني جيان لبركة لزمانك قرار قريه كحرارة أو حيوانة يعني قرميتي كام قرميتي قرمية غريزيكي يعني قرمية سرشتيكي ويكا بسرشت هايتي أو قرمية سرشتي مشبوب بي مشبوب بي يعني شي يعني قوي بي مشتعلة يعني شي يعني شعلة ور بي باشا يعني وقوبلي لحالي قرى قرى بشعلة بدا أو هكا هاد هادو لانكي مجازبون أو مختلفاني جات ما شاكا إيسا أحياء مثلا إحياء مجازة باشا للايك و تو علي أحياء الأرض أو أحياء إحياء بتشبه معنى مجازك تشبه معنى حقيقي إحياء صفة إخوائه إخوان محية ولا تقول لها الشباب الزمان كربا محية إستانتك مجازية بل أو مختلفان يا مختلفان لايكي أو بلايكي مثلا لايكي حقيقة بلايكي مجاز به بأن يكون أحد طرفين حقيقة والآخر مجازا وكو أم سببية شباب الزمان بارا بارا أبت السبب بارا أنبت البقلة شباب الزمان وبقلة إنباتك وبقلك لبعنا إخوانا وأنا حقيقين برام شباب الزمان مجازا يعني أبت كارما ببقلك وانيا ولي أنبتك كإيسا أما مسندك أو مجازا أما شبابك كلوهاتوا هو مجازة فيما المسند حقيقة لشونك كمسندك حقيقة والمسند إليه كشبابك أو مجاز أيام مثلا أو أحيى الربيع في عكسه عكسه مثلا الربيع معناه حقيقي خويها يا باشا برام أحياك كمسندك يا مجازة يعني لأن مسند مجازة ومسند إليه حقيقة برام لأنبت البقل الشباب الزماني ده أو مسند حقيقتك أنبتك يا وليش شباب الزمان مجازيك يا مجاز يعني مسند إليه مجاز أمجر ووجه الإنحص بوشي جاء معمولا هر أو شوار بشي لأبيته ولا ووجه الإنحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر وجه إنحصار لشوارا بيان سروي كمصنف ذهب ولا كردوا ظاهرة ونيازي زور بتوزحنيا لأنه اشترط في المسند أن يكون فعل أو ما في معناه يعني لأنه اشترط يعني مصنف اشتراطي كله لمسند ده كفعل يا معنى فعل به فيكون مفردا بس بم قرار مسند مفرد به دي وكل مفردينيش معلومة مستعمل إما حقيقة أو مجازا هل بودو شيوه استعمال كلاوه حقيقته مجازة دي مسند إليهش هل بعضا مفردا كواتا مسند ومسند إليه هادو كان لنا ذلك
يا هر كان حقيقة يا هر كان مجاز يا أولك حقيقة دوما كان مجاز يا ببيتشوانا أنجا باسي أكري أخو إيمي باسي المجاز حقيقة أمان ما نكر أسم مجاز عقلي لقرآن هيا لقرآن بيروزا يعني لقرآن بيروزا رئي أكوية كإسنادي شيئك ولا غير دراوة جالير إسنادي وتعريف كر كهر أو مجاز حقيقة اشتفق اللي فعله معنى فعله بكري أما لا استعارة دواء تعرفناك أو لو يقضي مثلا مجاز مثلا بره نسبة أري علي بره مثلا يرد دائما نسبة فعله معنى فعله ولا غير ما حقه ينسب إليه أو مثلا بمعنى عامتر أي لا بره بوكو بلي نسبة شيء شاكم لبيدنا ما وسأل يادم بولا يادم شو بلى وتعريفي أكا كمثلا مخالب المنية نشيبت بفلان نش بقريته مخالب منية مخالب شنقي يعني غير فعل معنى فعل إذا مخالب منية منية يعني مردن تو مخالب يعني شن شنهيني أو بارندانية كراو أكن شكار أكن لوالا معناه مجازية يعني أوش نسبة ما بغي قربان جانتا فرمي وعرف السكاكي المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق جاء كلمة كم مستعد بها مستعد إليه بغيري أوش بباشا في استغلاله به بغي مع قرينة مانعة ما وانا وهنا أري هو مجازي لغوية قرينة مانعة البتلي ومثلا أري نسبة ما حقه باشا أري نسبة أشتي كم بغي ما حقه أن ينسب إلى بغي أري إلى غير ما هو إلى غير ما هو حقه أن ينسب إليه جاليوان نسبتك بعامله باشا نسبة أمرين أشتكي أواه بأمره يعني عربي نسبة أمرين إلى غير ما حقه أن ينسب إليه ولا غير يويك حقه أبو نسبة إليه بولاي كواتليوان غير مسند ومسند إليه جاقريته جاء أمجال مجاز بلاين القرآن هيا اللي وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير كثير يعني كثير في نفسه لا بالإضافة إلى مقابله مثلا بيجين لغير قرآن قليلة بو معناه ناجي بل كل نفسي خوالة ذاتي خوالة زورة نقبى إضافة بلا مقابل مثلا قرآنك حتى يكون الحقيقة العقلية قليلة يا أنا بأونا علي مثلا كني على مجال زورة إنسان رنغ زيني واشي بلا حقيقتي تيا كما علي نا وقتك أذين مجاز زورة لقرآن يعني مجازك لنفسي خويا زورة نقب براورد كردن لقى الحقيقة بيجي مثلا أقبل براورد لقى الحقيقة بيجي المجاز زورة يعني حقيقة كما ولي أما بو معنى يعني بو مثلا حقيقة عقلية بكم درشي أم جارة وتقديم في القرآن على كثير لمجرد الاهتمام ممكن نيوتتي وهو في القرآن كثير كسيتوقع وابيوتا وهو كثير في القرآن جباو أم في القرآن كتويجي واقياني لغير قرآن كم بي هر لقرآن زوري يعني أو في القرآن حصر قياني لرا أوش غباو أو في القرآن كبيج دراو بسر كسير كدا لبر حصرني هل لبر مجرد اهتمام نقبو تخصيص بي يعني قرآن كمان بي مهمة خب حقي خوي ويا بس الكلمات ترى بيش كوي أول مرة ويا وكوش يعني مثال بين الروا هو نحو كشينين أو كثير هو عبارة وقنا التوابي بواع شيء شتكي إذا فيها به وإذا تليت عليهم آياته يعني هركاتي بخوين دريت توا بس مسلمانة مسلماني باش من هركاتي كبخوين دريت توا بسري أنا آياته آياتكاني خواهي قوله أي آيات الله تعالى زادتهم إيمانا أو آياتانا إيماني أو خلق
او ايمان داران زياد دكا يعني آياتك چيكا آياتك ايمانك قشبي اداوك وشون مثلا زرعاتك توني آويتي اكي بآوك قشبي اعكا وانا هر وقت يتيج او ايمانك لناخو دريانا ثابت بوا كآيات يعني بوا نازل أبيا قربان او ايمانا قشا اكا حاربي قش أبيا توا بروز أداة بجواني درع كويلة وجوديانا إيسا ليرا او زياد كرني جاء او قش بوني ايمانا يعني هر او نيا وقت يكا مؤمن او ايمان دارا او قرآني بو اخوين ريا توا تلاوة دكري بتايبتي لو سردمي سرتاي اسلاما دا كمعمولا آيتك تازأهات وانبو كزوت الوجودي ببيو إيسا بو إيمش هرواهي بو إيمش مسلمانين قرآن بو أخوين ذو في خوشعال أبين حاربي برام تفاوتها إلا بين يمدوانا تو آيتك بو دخوين ورايتيش بستوتا وانيا بو أعشنايا ولي أوان أو آيتك هاتو بوان تازة بستويانا جا أقر لصورتك آيتك بو أخوين ريتوا قشيتي لرويا بيا ابي يعني بي اقشيتوا قزقز بالاي بي اكا حاربي او بالا بي كردنو باشا قشبونا ويدمو شاو دلخوشي كتوش ابي اما تشي اما او قرآن وكو تصورك وكو مثلا زرعاتيك ليواها يو احتياج باو تونيتي يا نماميك مثلا داريكي بر لنظر بقرا دار خرمايك باشا نيازي بقاوة تو او اكيت بني حرمي او چون بقاوة كأقشيتوا او ايمانيش كلناخيتوا قراري قرتوا او بخيوان نوي قرآنك قش ابيتوا حرمي او اشتي باشي اللي ارويه لان القرآن هيا او عني كلناخيانا توي خلاو هيا كقرآنك اجداز الله تو خلاوك ارويه لو سعدي شتي كيوا رت باشا تبعتي باران كباران خوله تبعتي خويا كيشينيه برام او زويه كتوي خراويتي يا دركي يا باشا كباران كباري دركك قشاك زويه كيتر يا باخشي كيتر ريحانيتي يا شوبويتي يا قولي جوانيتي يا وقت باران كباري او قولي جوانانا قشاك الاوان هنا وقت اعمني ما يتكنازل بو او منافقانا قاطعنا كتل لنا خوانا نية لما جيزكا باتوجو بك الزاهري خوان بمسلمانتي وقرفتار كردبو خو قرفتار كردنا كابرا المسلمان نبي وخوي بمسلمان باتا قلم خو قرفتار كردنا لبرق بون بقصي خوانو مجبور دا نيشن جوانا نقر جا وقت أهاتنا درو أنت ما شاء بيك دسي أنا كربا حلك حلكو بيا كنين أيكم زادت هذه إيمانا وهو آهات أخواني إيماني كام تاني زيادة كرد قالتي أنا كلام يعني مخارنة إيماني توزيع كربي مثلا كنا قال فوشتا جاء ما زادته إيمان أو زيادة بو معناه بلان بهرحال زيادة كنا كهركامك يعني بي أو يوا أو انفعالة يعني أو تغيير آلو قرة مثبتة أو آلو قرة أريني دروسة كالنا خيمرو فكالة كاتيخ ونوي القرآن كخواية لك خدي آياتك كتي أو فعلي خويتي خواجان نسبة يا ولا آياتك هو مجاز هيك مجاز يعني أو مثنى كقوله تعالى كما أفرين تقول أبي حيبي بل جاري اللي يرد لما يتعزاز ممنا أسند الزيادتين إخوائي قولة وهي يا أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى كو زيادة شفعل إخوائي إلى الآيات ولا آياتك بوشي لكونها لبربوني آياتك بسبب لها بو زيادك دروس الزيادة كخدا أيكات بلام كآياتك خوين دراو دواي خوين نوي آياتك زيادة كشكرا قري حالونا بس يا مثلا يذبحوا أبناءهم نسبة ولا سبب يعني أو فرعونا أو فرعونا ظالمة شيء أكلوا بني إسرائيل بيشارانا يكي لكاركاني أو بو يذبحوا أبناءهم كركاني سرد بريتن أخوي فرعون هيجو وقت أخوي شقوي هلا قرتوا من هذا سر بره أما نسب التذبيح تذبيح الذي هو فعل الجيش إلى فرعون لنسبة دراوة تذبيح سر براندن كفعل جيش كيب ولا فرعون بولي أنه شو كان فرعون سبب آمر سبب كي فرمان دره
يا مثلا ينزع عنهما لباسهما، باشا فاعل ينزع إبليسا، يعني إبليس باشا دري دهنا عنهما لآدم حواج لكان وجلاني كالبريانا أو دري دينارا لقرا. وقو باسي أو معنى كركا خواهي قولة باسي لباسي تقواك فما أو لا تشني أو لباسك لبر آدم وحواب ولا بهشتا ديال الرأي جورا وجور هي ولا من في موايا هر أويا كقرآني بيروز بلباس تقوى ناوي أبا أني أويك لبر أوانا أبو أو لباس تقوى عن لبردا ولباس تقوى ذلك خير كباسي أو معناك مثلا أقل بوقت إمار لباس تقوى شردني لباس تقوى هر بريتي بلا بارشة عربي لو أنا أم لباس التقوى مثلا صفتك معنوي به كلام روفا بيا به بلا مو كوتشون لباسك سرتاسري وجودي انسان دا اجري اوي لسرتاسري وجودي انسان ايه لرمزان ملا بي ماني جن تشاو تان دستان لوت تان قاش تان قشتي تقوى هبي حالبي بهموي تقوى بهموي بالرجو بها ها وهاون ليرشا اويا يعني اما جلو برجية معنوية يعني جلو برجية كالديد وبدورة يعني واني بتشاو بيبيني والله مهستي في أكيك هيا لبرا بويج على أم لباسي تقوى باش ترى جارة إيش باس مان كل شو كأجر إنسان جلو برجية كده بري جلو برجية كي ظاهري وآسائي بو جلو برجة شيء كا بدني خوي داء بوشة برامبر بويك غير نيبينن حالبي بلام مرة يجرني اللي ويك خويت ماشى غير بكا وانيا بلام اگر لباسك لباسي تقوى به او لباسي تقوى دو كاركا هم كاركا كأم شتا نهاني كاني خوي بخلق نشان ندا هم بدوي نهاني خلقي شو نبي حالبي يعني خلقي شتو بارا او لباس تقوى وايلي اكا هم خلقي هم خوي لديدي خلق شعريتو هم خلقش لديدي أم أشاريتو أما لباسي تقوى أما لباسي تقوى أبو آدم وحواء بوا باشا كوقت يق آدم وحواء توشي قناح بون باشا قناحك يعني مثلا يسأويك لباسك إلا بر آدم وحواء داك شيطان نبو هنا لباسك إلا بر داك الخدا لباسك إلا بر داك بلام أوها توشي قناحي كردن لباسي تقوى كيد راه تاني حالوي لباسي تقوى كي لبري اندر هاورد شو قال لباسي تقوى كي عن واتو شي اقنا حنا ابو باشا جا بچي مثلا نيكتو شي قنا حكي كردن دوايا او قنا حبوب السبب اوكا لباس تقوى كي عن لبر دا كان ري بس كواتو وق اوياكا چن شيطان توشي قنا حياني كردن واتا اويكا سببي لا بردني لباس تقوى كي نسبتي نزعي لباس كدريا ولا شيطان يسا على النصيبة نزع اللباس عن آدم وحواء على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو فعل الله تعالى لحالك أن نزعك فعل إخوايا إلى إبليس لأن سببه يعني لأن سببه الأكل من الشجرة شو الواقع السبب النزع يعني درينا لباسك خوادنا لدار ممنوعك وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إياهما سبب خوارنك آدم وحواش وسوسي شيطانك مقاسمي شيطانك بو آدم وحوا بأنه بويك أو شيطانا لهما بو آدم وحوا من الناصحين نصيحة تانكم خب نصيحة يعني أهموشقاري تانكم بجوري كيوا أويك ناتواو ببوتان تواوكم أويك درا ببوتان بيناكم حاربي؟ يوماً أما يشتكي ترى مثال كده يوماً أما نصب على أنهم مفعول به لتتقون عربي بلعي. أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يوماً ماشا يوماً يجعل الولدان شيبة هو يوماً يجعل الولدان شيبة جاء بس يواك عليه چون خوتان ده پاريزن كيف تتقون چون روجي قيامت خوتان ها فكيف تتقون لهنكا هيا لا شرحكا فكيف تتقون
إن كفرتم، إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. جاء أوي بتبو تفسير كدو شارع إن كفرين إن بقيتم على الكفر بين نوا أين كفرتم تازياني أجر إيه ولا عيادة ده كافر بنا الكفر جيز وترتان أجر لس الكفر جب من نوا شون خوتان دبيرن أو يومنا مفعول تتقونه مفعول بهيتي مفعول فيه نية نعم منزول ونية لو رجع شون خوتان يعني شون خوتان دباريزن لو رجع نق لو رجع شون خوتان دباريزن لو رجع ش رجعك رجعك يواك يجعل الولدان شيبة حلو لا بعشرين أو رجعك رجعك كيف تتقون يوم القيامة باشا شون خوتانا پارزن لروجي قيامت باشا لروجي قيامة أو يعني لروجي قيامتا شون لروجي قيامتا خوتانا پارزن إن بقيتم على الكفري أقر بمينا ولس الكفر خوتانا پارزن لروجيك كروجيكا صفتي ويجعل ولدانا شيبا يعني مناوكان پير أكا أويك مناوكا پير أكا پير كردنكا فعلي خواهي كاچين اسفدرا بلا يومك نصب الفعل إلى الزمان وهو فعل الله حقيقة فعل خيال وهذا كناية عن شدته وأمكن الروجة من البيركة كناية لشدة أو روجة وهروها وكثرة الهموم والأحزان فيه ونشانية لخم خفتي زور ودلتنجي زور لو روجة وشي لأن الشيبة شيب مما يتصارع عند تفاقم الشدائد والمحن عربي كنك الشيب يعني بيري أو بتشيبي ناو آياتك جمع أشيبة أو جمع أشيبة يعني صفة مشبهة وقتك جمع كراوتوشة بالوزن فعل به بلا الشيب برام لبروي كعين الفعل كيايا لما كمان كربا كسلاب بشيب تاوايليانيكا بلا يساكن وما قبل ملمومي كم بواو لا كما بيبا شوبو أمر التباسي بيبا أجوفي واويو بلا شنك الشيب ملا أمام مسألك الشيب يعني بيري شنك الشيب لو اشتانيك يتصارع كبسرعة ديتبرو عند تفاقم الشدائد لكاتك كالشدائد ميحن كوكيسر يق أبن زور أبن ووان حالب ميحنتك أو عن طوله يا كناية لشدة أوروجة بل كلها تولي أوروجة يعني أوروجة تولانية لأن الأطفال يبلغون فيه أوان شيخوختي شكا أو ندولو دريجة مثلا قوائداني منال برين أو بي كاولات مبالغية كلها هنا للروجي بحارة روجي بحار دريجة يعني بيعانية قر مثلا ريش بتعشيب وإيوالا ريش ديتو عالبي عميش يعني أطفال تيابي أقن يعني روجك أو ندريجة بفرد سكاني بري منالك شن صالي قريك تابع الغببي أو منالة أقر تولى نزري بقريب مثلا منال يك صالي أو منال يك صالي مثلا شوارد صالي تري قريك تاتي تابع الغببي بانزة صالي حالبين ومعمولا يعني بانزة بانزة صالي دريجة والروجة حتى أقر تأوان يعني سلتاي بيري شيخوخة شيخوخة يعني بيري أي أوان أم جاء مثالك ترى أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها يعني زوي لكادني آخر بناء أو دفينانا يعني أو شت سنجينانيك لنا خيائتي أي خات الرو أي ما فيها ويك من الدفائن لويك دفن كلا نرى وتجرع وكم مردو وكم جنش والخزائن خزينة غل جائسا نصب الإخراج إلى مكانك وانيا لا الزكاة إخراجك لا حركة إخراجك أخوائك وهو فعل الله تعالى حالبي حكت أم جارو أوج بزانه وغير مختص بالخبري يعني مجاز تايبت بجملة هاي خبريني أو مجاز عقلية لا إنشاء شابه أو وعطف على قوله وهو كثير نبو لذلك وهو أي المجاز العقلي في القرآن كثير كثير شو وغير مختص بالخبري وإنما قال ذلك بجبل لأن تسميته بالمجاز في الإثبات شكهر أو مجاز عقلية كناو دير كراو بمجاز في الإثبات وإراده في أحوال سنة خبره ولولا شوال لما بحسي أحوال سنة خبرية وارد كراو
يوهم اختصاصه بالخبري واخاته وهما نكت عبد با خبر به دي بابا يا شاء الله غير مختص بالخبري بل يجري في الانشاء بلكم مجاز عقلي لانشاء شده وكياها ما نبني لي صرحا يعني في عوده سلابه هامان عليك كوشكيك مو دروسكا او نبرز بيه باشا وهي هو بيبشن بو عاسمانو خبر فياك مزان مخوي موسى شيكالي بلا عمان او نقوج بو فان البناء فعل العملة يعني كفعل عون بهامان يمنزولي وني هامان خوشي قرا كاريكا بناء فعل عملي كاريكا وهامانو سبب امر هامان سبب امر باز نسبه انشائيه كي بناء بولاي هامان دراوا وكذا قولك فلينبت الربيع ما شاء باب هار بروي نهار جي بي خوشا يا ولي صم نهارك نهارك باب الرجوبه يا ولي جد جدك وما اشبه ذلك مما اسند فيه الامر او النهي الى ما ليس المطلوب منه صدور الفعل او الترك عنه لو اشتانيك وامر يا نهي كان استدراب الى ما بلا اشتهيك مطلوب لا او صدوري فعلك نيف فعلك لو صادر ببي يا مثلا تركك لو صادر ببي وكذا قولك اللي ليت النهر جارين اخر وجه انشاء تمني وزق نهرك جاري وي يا قولك تعالى اصلاتك تامرك باشا يعني يجك الفرمان في اراك عم قصان ابو يمبكي على وجه استفهامه على الصلاه امرناك خداي صلاتك هيك امرك هكا ومان امانه هم مثلا جملات انشائين كنسبه مجازيات يعني مجازي عقلي انت يا بك ابرا باب يسين دي ديرو باسكا كده مجازي عقلي ايش قرينه يا بيه